مرحبا بكم، أهلا وسهلا، موصلين معكم لقانا. إضراب المحروقات تم تأجيله إلى أيام العودة المدرسية، أثر جدل ربما التاريخ وشوية، خاصة من قبل رئيس مدير عام شركة عجيل. سمعناه اليوم في شمس فام، استنكر التاريخ هذا وقال اللي هما مستعدين كشركة باش يأمنوا أيامات الإضراب من حاجيات المواطنين من البنزين. للتعليق على الكلام هذا ونحكيه أيضا علاش تم تأجيل القرار الإضراب إلى أيام العودة المدرسية، سعيد جدا باستضافة كاتب عام الجامعة العام للنفط سيد سلوان السميري. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا بك. مرحبا. كان مقرر الإضراب لأيام هذية، أجلتوه إلى أيام العودة المدرسية، علاش؟ شنو اللي صار وشنو هي الأسباب؟ والله البارح كما تعرفوا الناس كل صار جلسة صفية للنظر في تطبيق محضر اتفاق ممضى بين نحن كجامعة عامة للنفط وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتطبيق كيف محاضر اتفاق، وهي تنزيل بالرائد الرسمي ومضامة لحيق تعديلية قاضية بزيادة في الأجور لعنوان سنوية 2018 و2019 لعمال نقل المحروقات. بارح صارت الجلسة الصبحية، نعتبرها جلسة إيجابية اللي دار فيها، يعني كان إيجابي تقديما من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وطلبوا التأجيل بأسبوع. طلبوا تأجيل الإضراب بأسبوع، نحن عطينا أسبوعين، وذلك علاش اللي تزامن هو مع 14-15. حقيقة أنا مش معت التصريح رئيس مدير عام شركة عجيل، ما في حتى رسالة التاريخ، هو طلبوا أسبوع، نحن عطينا أسبوعين. نحكيو على اتفاق، مانيش نحكيو على مفاوضات اللي تنجم تفشل. نحكيو على اتفاق باش نطبقوه، يعني الأطراف متفقة، لكن ثم إشكاليات صارت حالة دون تطبيقه. البارح كي تناقشنا لقينا رواحنا أقرب برشا للتطبيق، طلبوا أسبوع، نحن عطينا أسبوعين. أسبوعين جاءوا بالضبط مع 14-15. يعني ما كانش مدروس بالنسبة لكم التاريخ، ما فيه حتى رسالة. هذه حاجة الأولى، نحن تأكدنا كي دخلنا قبل قلنا بالرغم اللي عنا اتفاق ممضى لم نقم بأي تحرك بالرغم الضغط العمالي على نقابتنا لتطبيق الاتفاق، قلنا نجنب الموسم السياحي أي اضطرابات، ما نصورش باش نجيو على عودة مدرسية ويعني اللي يخمم ولا يعني الرسائل هذه أنا حاب نقول ونضم صوتي للرئيس المدير العام شركة عجيل، يعني نحن في كل الحالات ماناش باش تصير إن شاء الله اضطرابات العودة المدرسية أكثر من هكا. كيف كي صرحنا قلنا راهو جل أغلب المؤسسات راهي راسلت ومستعدة لتطبيق الاتفاق، يعني المؤشرات تكون كل التوحي كانوا نجموا نلقاو حل ونجموا نطبقوا اتفاق ممضى ونجموا نتجنبوا الإضراب ونجموا الإضراب كان أكثر منه، برقية التنبيه كان أكثر منها اللي وضع الأطراف الكل على الطاولة، خاطر بالقانون يولي مفروض عليه يجلس على الطاولة. قبل جسارة الوزارة الشؤون الاجتماعية قلنا راهي دعاتنا للجلوس للحوار في مناسبتين، حضرنا نحن الاتحاد وتغيبت الغرفة، هذيك علاش لقينا أنفسنا مضطرين لإصدار برقية تنبيه الإضراب، وكنا نطمنوا كيف وها من خلالكم نطمنوا نحن العام. نحن نحبوا نطوروا القطاع هذا نحسنوه، هذا يتطلب وضع خطط واستراتيجية عمل هذا للمستقبل، لكن اليوم السواق هذوما والعمال هذوما عندهم زيادات من 2018، صحيح أغلب الشركات قاعدة تطبق دون إمضاء هالملحق التعديلي هذا اللي نحكيه عليه باش يصدر بالرائد الرسمي. يعني الإشكال هو إجرائي تنظيمي، ماهوش يعني مشكل يخلينا نقولوا أمام يعني
بلوكاج باش ما نمضيوش اتفاق. نحن الاتفاق حاصل، كيفاش باش نخلطوا له؟ هذا هو علاش تم التأجيل. وعاود نقول طلبوا تأجيل أسبوع، نحن عطينا أسبوعين، كان 31 أوت 1 سبتمبر، كي أجلنا بجمعتين يجيو 14-15، إذا ما في حتى رسالة وما في إن شاء الله ما فما حتى تأثير لا على العودة المدرسية ولا حتى على قطاع آخر بقدرة ربي. إن شاء الله إن شاء الله. الأطراف كل قعدت على طاولة نتاع حوار بقدرة ربي، كلنا نلقاو موجود إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي سلوان السميري كاتب عام الجميع على عمل النفط، شكرا على جملة التوضيحات اللي قدمتها. مصير معاكم لقاءنا 11:22 على موجين.